السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Enabling Dual Network Connection Tips and Tricks من كورس GNS3 with VMware vSphere and Workstation Mastery. النهاردة زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات، هنتعلم بقى ازاي Create Dual Network Connection ما بين vSphere 1 وما بين vSphere 2، بحيث المكان اللي على vSphere 1 في VLAN معينة يقدر يكومنيكيت مع المكان اللي على vSphere 2. تمام؟ بس هنحتاج نعمل شويه تغييرات. بصوا، انا هنقل vSphere 1 و2 الاي بي هات المانجمنت بتاعتهم الى الشبكه الرئيسيه بتاعتي اللي هي 192.168.1.0. فبالتالي انا هخلي vSphere 1 و2 بريدجد، تمام، هخلي الكونكشن بريدجد او هوصلهم على VMNet 0. تمام، ممكن تروح هنا مثلا، ايه، انا vSphere 1 عملته بريدجد، ممكن اخلي ده كاستوم مثلا بس على VMNet 0، يعني نفس الشيء، نفس الكونسبت يعني. تمام، هروح بقى على vSphere 1 هغير الاي بي بتاعه، ونفس القصه هعملها على vSphere 2. اوكي، configure network management. تمام، network ip version 4 configuration، فقط بس هغير الاوكتت التالت ده مثلا 1، هخلي ده مثلا دوت 11. اوكي، والجيت واي هيكون 11. اوكي، انتر، وبعدين هطلع اسكيب واي. تمام، ثم برضو اروح على vSphere 2 1 2 3 at اوكي. دي الباسورد، دي اسف، دخلت اليوزر نيم باسورد، دخلت. تمام، اروح هنا اي بي فيجن 4، اروح هنا يا سيدي على 1.12، والجيت واي اهو 11. ممكن اظبط الدي ان اس كونفيجريشن، مثلا اقول له البرايمري اهو، وتاب او انزل تحت اوكي، الباك اب اهو، وبرده سكيب واي، وهروح على يعني vSphere 1 برده نفس القصه، هروح اقول له يا سيدي الدي ان اس هنا 4 8 و 4 3 2، ده الالترنت دي ان اس سيرفر. اوكي، ممكن في حاجه تانية بقى، هقول له كانسل، هقول له دوس سكيب كانسل، عشان انا عايز اظبط حاجه تانية في الدي ان اس. هقول ده اسمه مثلا في سفير 1، تمام، ده الهوست نيم بتاعه. اوكي، وبرده هعمل نفس القصه هنا على سفير 2، هقول له الهوست نيم 4 8. تمام، ده بقى هيكون في سفير 2، انتر باي. تمام، حلو، انا كده جاهز. تعالوا بقى من بره نبينج على vSphere 1 وvSphere 2. هروح اقول هنا مثلا بينج على 192.168.1.11 دش تي. اوكي، بينج تمام، مفيش اي مشكله. طيب نبينج على 1.12، بينج، رغم ان الاثنين خليناهم بريدجد بس بطريقه مختلفه يعني، بس ده عشان اثبت لك ان هو نفس الايه الكونسبت زي ما احنا شرحنا في الورك ستيشن. حلو، تعال بقى اقفل التو في امز، او اقفل بقى السيرفرين. اوكي، اقفل السيرفرين عشان اقول لك ازاي بقى تربطهم ببعض بكيبل منفصل. تمام، وبالتالي هتقدر تفعل الديوال كونكشن بشكل بسيط. هضيف نتورك ادابتر 2، يعني ده يعتبر كانه كارت ايه، كارت يعني كارت نتورك اخر. تمام، هحطهم مثلا على VMNet 1. حلو، طيب، ونفس القصه عند vSphere 2، هضيف له نتورك ادابتر، وطالما انا خليته برضو ده على VMNet 1 اصبح كده واي كان vSphere 1 وvSphere 2 متصلين ببعض. تمام، مباشره، هو اي نعم في سويتش ما بينهم، بس اوكي، يعني هم عندهم برودكاست دومين غير البرودكاست دومين بتاعت الشبكه بتاعتي اللي هي VMNet 0. تمام، طيب، كلام جميل جدا. تعال بقى اعمل هنا باور اون ذيس فيرتشوال ماشين، وتعال هنا برضو ايه باور اون ذيس فيرتشوال ماشين. هنستنى لما السيرفرين يفتحوا، دوس هنا اوتوماتيك ريبوت، دوس انتر على طول عشان ما اضيعش وقت، وهنا برضو اوكي، فهستنى لحد ما يفتحوا، بعدين نرجع مره ثانيه عشان نكمل الكونفيجريشن بتاعتنا. السيرفرين فتحوا، تمام، بس ملاحظ الاي بي هنا 245.2، يعني رجع تاني زي ما كان. تعالوا نجرب تاني كده. لا يعني
اوكي بس يعني طيب تعالوا نروح على تاني هنا ونشوف الموضوع الاي بيهات. يعني الفكرة الاي بيهات رجعت زي ما كانت، فطبعا ده شيء مش متوقع يعني. فاروح هنا configure اي بي فيرجن 4 اوكي او شغل نملوك 3255 0 وده 11 ثم تمام دي ان اس كله رجع زي ما كان. طيب اوكي في 31 ونطلع تمام، وبعدين هنروح على بي سبير 2 نظبط برضو نفس الايه القصه بتاعتنا. ندخل الباس ثم نخش على configure management network IP version 4 ثم هروح او هروح على و هنا 0 وبعدين هندوس انتر والدي ان اس بقى هنحط 4 8ات 4 3 2ات و في سفير داش 2 وهطلع واي. حلو قوي، طيب كلام جميل كده، بالتالي هم جاهزين يعني اهو بدأ يبنج تمام التمام مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى نفتح السيرفرين دول، بس قبل ما نفتح السيرفرين في برضو ملحوظة. لو انت رحت سألت نفسك سؤال، هو 1.11 ده تمام هياخدوا البورت اللي هو بتاع نتورك ادابتر 1 ولا البورت بتاع نتورك ادابتر 2؟ كرر نفس السؤال على فيسبير 2 تمام. المانجمنت بورت المانجمنت اي بي لازم يكون اسايند على لوجيك بورت اللي هو في البورت جروب المانجمنت جروب اللي احنا شفناه المحاضره اللي فاتت اللي هو الترانك تمام. لازم الاي بي ده يروح على فيزيكال بورت من الاثنين، يعني هو بياخد لوجيكال بورت واللوجيكال بورت ده لازم يكون على فيزيكال بورت من الاثنين. يا ترى انهي واحد منهم؟ ده بيتعرف عن طريق ان انت تخش على كونفيجر مانجمنت نتورك ثم تروح على نتورك ادابترز. اوكي اللي انت بصوا في ام نيك 0 ده متعلم عليه، في ام نيك 1 ده اللي واصل على او ده بتاع نتورك ادابتر 2، هتلاقي نفس القصه على في سبير 2. فمعنى ان انا هنا معلم على اكس جنب في ام نيك 0 معناها ايه؟ معناها ان الاي بي ده هيروح على الفيزيكال بورت ده، فبالتالي طبيعي جدا ان انا من اللابتوب بقدر ابنج عادي جدا على 1.11 لان انا مع البورت ده في نفس البرودكاست دومين في نفس الشبكه، لكن انا مش معاهم مثلا في في ام نيك 1 مثلا يعني تمام. طيب فهنا انت تقدر تحدد المانجمنت اي بي هيروح لاني فيزيكال بورت من الاثنين. افرض انا عايز اخليه في 1 مثلا تمام، ساعتها انت يا سيدي بتدوس سبيس وتشيل من ده وتشتغل عادي جدا، لكن ده طبعا مش انا اللي عايزه. اوكي ده مش ده برضو مش انا اللي عايزه. هتقولي طب لا هو طب ما انا ممكن ادوس على الاثنين مع بعض، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت ممكن تدي للمكنه اي بي هين. حلو، ممكن تدي للمكنه اي بي هين. اوكي ف طب تعالوا كده مثلا لا مش ادي لا لا اي بي واحد ولكن ممكن توصل له يعني عن طريق كذا. هو طبعا يعني اهو نتورك ادابترز ليستد بروفايد ذا ديفولت نتورك كونكشن تو فورم. ده في حاله لو الاثنين دول متصلين في نفس البرودكاست دومين، لكن الحقيقه ان الاثنين دول متصلين واحد في شبكه البريدجد الشبكه الاساسيه بتاعتي واحد على في ام نت 1 مش هينفع طبعا الاثنين. انا هشيل ده بسبيس، انا بدوس سبيس خلي بالك بعدين انتر بعدين هخرج بره واي. حلو قوي كده، طيب كلام جميل. تعالوا بقى نفتح الايه ال ال السيرفرين واحد ايه 11 تمام، وهقبل هقبل السيرتيفيكت وهفتح برضو فورم تانية بس على 1.12 وادخل برضو اليوزر نيم والباس. كلام جميل، ده برضو اكنور اوكي. طبعا ده في سفير 1 اهو كاتبه اهو، ده الهوست نيم اللي انا حددته، وده برضو في سفير 2 الهوست نيم اللي انا حددته. روح هنا بقى على كونفيجريشن، طبعا ده السنسورز اوكي، مش جايب لك اي حاجه خاصه بالباور سبلاي لان ده فيرتشوال ماشين اني واي. يعني هروح هنا على نتوركينج باي ديفولت، تلاقي اهو في ام نتورك تمام. ده اللي اي مكنه هتتصل بلوجيك بورت على البورت جروب ده كانها بريدجد تمام. طيب ماذا لو بقى انا عايز اكرييت في لانز؟ ممكن اكرييت في لانز
تمام، بس مش عن طريق في ام نك 0، لا الفيلانز هكريتها على في ام نك 1. تمام، في ام نك 1 سواء هنا او هنا. بصوا اوكي، طب لا طب ما في ام نك يعني اوكي 0 تمام هو موجود، فين بقى في ام نك 1 ده؟ حلو، في ام نك 1 يا سيدي مش موجود ليه؟ لان انت هتروح هنا بروبرتيز اوكي نتورك ادابترز، ممكن تضيف هنا اد وتسلكت على في ام نك 1 بحيث انه يبدأ يشتغل. بعد كده تدوس اهو، وادي في ام نك 1 اهو نزل اوكي. بس خلي بالك بقى ده هنا في لقطة مهمة، يعني انا في ام نك 1 ده هعمل له ريموف تمام، بسبب بسيط ان هو ربطه يعني على الفي ام نتورك اوكي بتاعت في ام نك 0، وانا عايز افصله، يعني عايز ده يشتغل لوحده وده يشتغل لوحده. فانا هروح تاني اد وبعدين اهو اوكي هنا بيقول لي بقى الاكتف والستاند باي تمام، الاكتف والستاند باي ده هيشتغل اكتف ده هيشتغل ستاند باي. نيك اوردرز اعتقد لا مش من هنا، ممكن اد هنا فيرتشوال ماشين، ممكن اضيف بس ده كل ده، يعني انا لو ضفت في لانز تمام هيروح برضو على في ام نك 0 اوكي. يعني اوكي ده مش بتاعنا، يعني ممكن نروح هنا اد نتوركينج ده برضو على نفس القصه. طيب لو رحت هنا نتورك ادابترز طبعا ده اوريدي تمام شغال اهو في ام نك 1، لكن مفيش فيرتشوال سويتش. انا محتاج هنا ان انا اكريت تمام فيرتشوال سويتش اوكي. ماشي تعالوا ده فيرتشوال سويتش، نكريت برضو فيرتشوال سويتش تاني. بس الفكرة الفيرتشوال سويتش ده يعني ده لو انا كريت واحد هنا ده يروح على الفيرتشوال سويتش زيرو برضو تمام. فا اوكي الخطوة من هنا اد نتوركينج فيرتشوال ماشين، ممكن نضيف هنا في ام نتورك 2 تمام، دي نخليها نون يعني كانها في لان 1 اهو كريت تحت اهو تمام. يعني ده كانه اللي فوق في ام نتورك ده يعتبر في لان 1 على في ام نك 0، واللي تحت ده يعتبر في لان 1 على في ام نك 1. طيب من هنا بقى ممكن اجيب هنا بروبرتيز اوكي واروح على اضيف مثلا اوكي هضيف هنا اد اوكي بس لا ده انا مش عايزه، يعني انا عايز اضيف اد نتوركينج تمام فيرتشوال ماشين على سويتش 1 تمام، واقدر اكريت مثلا فيلان الاي تي اي تي تمام ويكون رقمها 10. حلو كده. طيب اقدر اكريت مثلا اد نتوركينج اهو فيلان السيلز او الاتش ار واسميه هنا 20 اهو. حلو طيب كلام جميل. على في سفير 2 هتعمل نفس القصه اد نتوركينج تمام فيرتشوال ماشين هتضيف على اوكي في ام نك 1 ستاندرد سويتش خلي بالك تمام، وجوه الستاندرد سويتش هتعمل بورت جروب اللي هو في ام نتورك 2 اللي هو برضه في لان 1 بس على سويتش 1 تمام. ممكن تروح اد نتوركينج برضه فيرتشوال ماشين على في ام نك 1، ممكن تكريت في سفير ستاندرد سويتش هنا تمام. ده هسميه بقى الاي تي، بصوا هنا اهو اي تي بيلان 10 نيكست فينش، و اد نتوركينج ده مثلا هيكون برضو على في ام نك 1 وده هيكون الاتش ار وده هيكون على 20 وبعدين اقول له نيكست فينش. حلو قوي كده انا كريت فيلان 10 20 على في سفير 2 وكريته برضو بكريت برضو فيلان 10 20 على في سفير 1 تمام، ادي في سفير 1 تمام. طيب كلام جميل جدا جدا. شويه ملاحظات مهمه قبل ما ايه ما اجو فورورد، يعني قبل ما اطلع لقدام. اولا لو انت رحت مثلا بروبرتيز من فوق هنا الفيرتشوال سويتش 0 ده هتلاقي فيه خاصيه اسمها البريميسكيوس بورت في السكيورتي، هنا هتروح هنا سكيورتي بريميسكيوس مود ده هتخليه اكسبت.
اولا لو انت خليته ريجكت زي ما هو، لو مثلا عندك اجهزه مع بعض في في ام نتورك، يعني كانهم بريجد واخدين اي بيهات في نفس الشبكه اللي انا فيها، لما يجوا يعملوا بينج على بعض مش هيعملوا بينج عشان الخاصيه دي. فالخاصيه دي يعني بتمنع التواصل ما بين الاجهزه اللي على نفس البرودكاست دومين، تمام، او على نفس البورت جروب. فانا اوكي عايز اعمله اكسبت. حلو، خلي بالك بقى قبل ما اعمل اكسبت، الخاصيه دي بتحصل لها انهارتنج. انهارتنج يعني بتتورث. يعني مثلا ايه، بصوا هنا برضو ريجكت ليه؟ لان في نتورك بيسحب السيتنجز بتاعته من الايه، السكيورتي بروفايل بتاع ايه، بتاع الفي سويتش. فانا هنا هروح على السكيورتي هنا واخليه هنا اكسبت، تمام، وبعدين هنا ادوس اوكي، بالتالي ده بقى اكسبت. تمام، نفس القصه عايزك تعملها على في سويتش 1، تمام، لان انت من غير القصه دي الاجهزه، جهاز مثلا على في لان 10 على في سبير 1، جهاز على في لان 10 برضو على في سبير 2، مش هيقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض بسبب الجزئيه الخاصه بالبريموسكيستي. تمام، طيب ده كلام جميل جدا، ده الطريقه اللي تعمل بيها الديوال نتورك كونكشن. حلو، طب اقفل بقى الاثنين دول، انا مش محتاجهم. ليه؟ هستفاد من اللي انا عملته ده اوكي على السيرفرين اللي موجودين اساسا عندي. انا ما اقدرش للاسف احط مكان على في سبير 1 و2 لان هم على اللابتوب بتاعي، فانا لو انا عملت كده طبعا اللابتوب هيتقل خالص وانا بسجل المحاضره عليه، فمش هلعب في الجيم ده. تعالوا نخش هنا على ده في سبير اي 1 اي 6 اي سيرفر 1 وده اي 6 اي سيرفر 2. انا بقى عامل الشغل ده، تمام، انا عامل الشغل ده على اي 6 اي سيرفر 1 واي 6 اي سيرفر 2. مثلا لو رحت هنا 1 2، روح على كونفيجريشن، روح على نتوركينج، هتلاقي ان انا ساحب كونكشن، نرجع تاني، ساحب كونكشن من اي 6 اي سيرفر 1 اهو في نيكس 2 على اي 6 اي سيرفر 2، ساحب الكونكشن وعامل الفيلانز بتاعتي. يعني مثلا هتلاقي هنا اهو من اول في ام نت 1 اللي هو ايه، فيلان اي دي 11، في ام نت 2 فيلان اي دي 12 13 14 15 16 وهكذا، تمام. فانا مكريت بنفس الطريقه اللي انا كريت بيها الفيلانز. حلو، بكريت انا بقى الفيلانز دي، روح بروبرتيز اهو من اول في ام نت 1 لحد في ام نت 9. عارفين ليه؟ عشان الجي ان اس 3. تمام، بصوا يا شباب، الطبيعي جدا ان انا مثلا لو انا عايز اخلي كلاينت 3 او عايز اعمل توبولوجي على ديباج سيرفر 1، توبولوجي على جي ان اس 3، تمام، فلو انا عايز اخلي كلاينت 3 يتصل تمام بالتوبولوجي دي، حلو، الطبيعي لو انا شغال على الويندوز او على ورك ستيشن، تمام، بتستخدم الفيرتشوال ادابترز اللي معموله بواسطه الورك ستيشن بي ام نت 1 2 3، بصوا 11 12 2 3 4 5 6 وهكذا. انا عامل نفس الكونسبت ده، تمام، بحيث ان انا لو رحت على الديباج سيرفر ده انا موصله على كل في ام نت، شايفين؟ كل في ام نت. طب هستفاد، يعني هستفاد من ده بايه؟ يعني كلاينت 3 لو عايز اوصله على توبولوجي، حلو، في الجي ان اس 3، هوصل السويتش بتاع الجي ان اس 3 مثلا على في ام نت 1 واقوم حاطط كلاينت 3 في في ام نت 1، كده كلاينت 3 خد كونكشن داخل التوبولوجي. معايا؟ انا عارف ان الموضوع ده ممكن يكون في مشكله، اوكي، بس صدقني والله انا هشرح الكلام ده بالتفصيل الممل وازاي تعمله اما نخش ان شاء الله على الجي ان اس 3، تمام؟ طيب فانا هقرب لك يعني هقلل لك المسافه شويه، يعني ايه؟ هسهل لك الدنيا شويه بحيث ان انا زي ما وعدتك انا عايز اخلي كلاينت 5 ده يتحط في فيلان معينه، وكلاينت مثلا تعال نقول كلاينت 3 يتحط في فيلان معينه او نفس الفيلان اللي فيها كلاينت 5 واتصلوا ببعض، تمام؟ طب هعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى يا سيدي نروح هنا على 1 2 اوكي، وتعالى من في منك 2 اوكي. خلي بالك بقى، خلي بالك، تعالى مثلا نضيف هنا اد اوكي فيرتشوال ماشين، تمام، اسميه مثلا اي حاجه فيرتشوال، او ممكن اقول مثلا بيلان اي تي يا سيدي، خليه مثلا رقمه 10 اوكي، وبعدين نروح هنا اهو اضافه، تمام. طيب كلام جميل، بروميسكي سموث اكسبت، تمام، حلو. هنعمل نفس الفيلان دي انا عملتها على ايه 1 2، هعمله على 1 3، الانفنتوري بتاع 1 3. حلو، فهروح هنا
configuration networking و قعد حبة حلوين مش عارف ليه. بينج كده على 1.3 او بينج تمام التمام مفيش ادنى مشكلة. طيب ممكن نقفل ونفتح تاني. اوكي حلو، تعالوا نروح برضو هنا تاني. تمام. طيب باور اوف فيرتشوال ماشين، في تاسكايه انا عملتها هنا كنت عايز اقفل راوتر 1 ده. على فكره راوتر 1 ده مكنه. اوكي يعني مش هو ايمج على جي ان اس 3. طيب انا ممكن هروح ارستر الانفنتوري ده عشان هو استك في العمليه دي. اوكي هقول له ريبوت من هنا نو ريزن. اوكي فهستنى شويه لحد ما يخلص. تمام ريستارتنج تمام، وبالتالي برضو انا هتشيك على الكونكشن بتاعي معاه عن طريق البنج ده. فطبيعي البنج هيقطع شويه وبعد كده هيرجع مره ثانيه، معناه ان السيرفر عمل الريبوتنج. فهنستنى شويه ونرجع مره ثانيه. الحقيقه السيرفر كان مهنج معايا شويه يعني، بس ايه ظبطت الدنيا. هروح على نتوركينج هنا. برضو عندي برضو نفس القصه بس في نيك زيرو. اوكي مكريت فيها الفي ام نتس بتاعتي. ان شاء الله هنستخدم زي ما قلت الكلام ده في الجي ان اس 3. هروح هنا بروبرتيز هكرييت في لان 10. اوكي روح ادوس اد فيرتشوال ماشين سميها اي تي وهنا 10 وهروح هنا اوكي وكلوز. اوكي طيب كلام جميل. هروح بقى كلاينت 3 اديت فيرتشوال ماشين سيتنجز. نتورك ادابتر بتاعته هخليها على الاي تي اهو هتلاقيها هنا اهي. ونفس القصه كلاينت ده كلاينت 3. اوكي كلاينت 5 نفس القصه خليه هنا بقى على الاي تي برضو وهدوس اوكي. طيب كلام جميل. تعالوا ندي اي بي لكلاينت 5 وكلاينت 3 على E6i Server 2 ونشوف هل هيعملوا بينج ولا لا. فانا هديلهم اي بي في الرينج اللي هو 10.0.0.0/30. فمثلا 5 هديله دوت 1 و 3 كلاينت 3 هديله دوت 2. فتعالوا نجرب ادي كلاينت 5 تمام. تعالوا بقى ايه نديله اي بي. طبعا هنا مديني يعني علامه تعجب عشان مفيش دي اتش اس بي اصلا في الفيلان بتاعت الاي تي. اوكي 10.0 او شغال لملوك 10.0.0.1 ها 52 وبعدين ادوس اوكي. اوكي كلوز حلو. كلاينت 3 ممكن نعمل اوكي ادي كلاينت 3 باور اون. نفتح بقى كلاينت 3. هو هنا ليه سناب شوتس؟ لا ملوش سناب شوتس. ماشي عظيم. هروح هنا بقى ده داخل على داخل على دومين. طيب other user تقريبا client 3 تقريبا يعني without password ممكن. مش client 3 هنا احمد رفض تمام. انا دخلت عليه هتقول لي ازاي يا باشمهندس يعني. اوكي انا افتكرت الباسورد ما عملتلوش هاكينج يعني. نروح هنا على ايثرنت زيرو وبروبرتيز تمام واهو
نديله اي بي برضو وليكن مثلا 10.0.0.2.52، ثم ادوس اوكي. و اها حلو. المفترض لو انا عملت بقى بينج من كلاينت 3 ل 5 او العكس يعملوا بينج. اوكي نرجع اهو. اوكي ده كلاينت 3، لا انا مش عايز من هنا، انا عايز من كلاينت 3. هندوس اهو. ده بيطلع في الويندوز. طيب ممكن كليك يمين رن، بس انا بدوس يعني ستارت ار عشان يجيب لي الرن دايلوج، بيجيب لي على الهوست اوبريتنج سيستم مش الفيرتشوال ماشين. هقول له بينج 10.0.0.1-T. مش بي بينج ليه؟ عشان الفاير وول. تمام، فاير وول في كلاينت 5 لسه ما قفلتوش. بروح هنا كنترول بانل، نفس القصة اللي حصلت معايا في الورك ستيشن. كنت انا عملت رول ظبطتها في الفاير وول عشان ما اقفلوش، بس انا هنا اقفله لان الرول كده كده انا شرحتها. اوكي اهو بدا اي بينج. تمام التمام. الاثنين على ايه؟ في لان، ده على في لان 10 على اي 6 اي سيرفر 1، وكلاينت 3 على في لان 10 على اي 6 اي سيرفر ايه سيرفر 2. طيب حته البريميس كيس عشان نتشيك اب عليها. يعني لو انا مثلا رحت هنا بروبرتيز على في لان الاي تي اديت، والله رحت هنا باي ديفولت، خلي بالك ايه عملت له ريجكت. تمام كده ندوس اوكي، شوف اللي هيحصل كده. ندوس اهو، يعني المفترض يقفله. ريجكت. اوكي اوكي تمام. اروح برضو على هنا نجرب كده، المفترض يقفل البينج. بس anyway تعالوا نعملها برضو من هنا. edit و security، مفيش security profile. يا سلام ماشي. طب تمام، لو انا جيت هنا طيب ورحت جيت قلت له من الفيرتشوال سويتشز نفسه بريجكت، يمكن هو بيتعارض مع الفيرتشوال سويتش. لا صدقني 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 ده في ايرور هنا او بج او حاجه، المفترض يقفل. المفترض يقفل بس اتس اوكي. ماشي يعني اوكي، مع ان المفترض يقفل. يعني تعالوا بقى ايه نرجع الحاجه زي ما كانت، او ممكن مثلا يكون يعني محتاج المكن يتراستر. تعالوا نرجع اكسبت تاني عشان ايه ما يبهدلش الدنيا عندنا. ممكن نعمل هنا يعني ده معناه التشيك بوكس دي اما اشيلها معناه ان هو بياخد الكونفيجريشن بتاعت الفي سويتش. تمام ده على 1.3. طب تعالوا على 1.2 هنا. نفس القصة نظبطها برضو، نخلي ده اكسبت اكسبت. اوكي الاي تي بقى، الاي تي هنا هشيل هشيل. يعني ايه؟ بقول له خد الثري فاليوز دول من الفيرتشوال سويتش. تمام بس كده اوكي. طيب انا كده بفضل الله، يعني يعتبر بفضل الله خلصت. السكيلز اللي اتعلمناها النهارده دي مهمه جدا جدا جدا، هتقدر تعمل منها بقى توبولوجي على الجي ان اس 3 كذا مكنه، والمكن ممكن يكون مترمي بقى، واحد على اي 6 اي سيرفر 1 شويه على اي 6 اي سيرفر 2 شويه على اي 6 اي سيرفر 3. فتقدر تعمل سكيلز او تقدر تعمل ابلكيشنز كتير جدا جدا جدا. انا بفضل الله يعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.